طيب الخطوة الثانية رح ناخذ الآن روتيشن أراوند ذا واي أكسس. خلينا نذكر حالنا بلاش ننساها، نحط الروتيشن اللي كانت around the z-axis of alpha degrees or radians. ايش كانت؟ كانت عندنا cosine alpha مشين minus sine alpha 0 0 1 0 0 sine alpha cosine alpha. نخلي هاي في بالنا لنروح نقارن فيها الثانية. هلا بدنا نعمل روتيشن اراوند واي. ذا واي اكسس باي بيتا ديجريز او ريدز. نرسم بنفس الطريقه بس لازم نتاكد انتبه على شغله لما نرسم الاكسس ايش هي دائما؟ وين الرايت هاند رول ها؟ فهلا نبدا نعمل روتيشن حوالين مين؟ الواي. فالواي اللي راح يصير هون بصير الف الاكسس بصير زي ما بدي بلفه زي ما بدي بس المهم اني انتبه على الرايت هاند رول. هلا انا بدي اعمل من اكس من اكس لواي بدها تعطيني البوزيتيف زد. فمثلا ممكن اني اعمل هيك ايش رايكم نعمل هيك؟ لو عملنا هذا الاكس بصير اكس البوزيتيف اكس للبوزيتيف زد شو بعطيني؟ البوزيتيف اكس البوزيتيف واي بعطيني البوزيتيف زد. فبصير احط الزد هون والاكس هون والواي هون. هذا راح اسميه مظبوط اوكي واضح اللي عملناه. ليش ما حطيت الاكس هون؟ مش احنا الاكس دائما نحطها هون والزد هون. لو حطيته هون شو غلط بصير؟ بصير هذا عندي غلط مش هيك؟ ببطل رايت هاند رول. هذا مهم جدا لان هلا رح تلاحظوا بيطلع شيء مختلف شوي عن الشكل اللي موجود هون. وهلا احنا بدنا نعمل روتيشن بزاويه مقدارها بيتا وهذا راح يصير عندي الان هي زد تحرك لزد فهذا راح يصير زد بي واكس تحرك لاكس هذا راح يصير اكس بي واي بي هو نفسه واي دي بامكان نكتب واي لواي هلا من هلا مظبوط. فانا بامكاني الان هلا عم نحكي احنا راح يطلع معي اكس اكس اي بنفس الطريقه واي اي وزد اي وبدها تكون هذه بدلاله اكس بي واي بي زد بي نفس الشيء هون اكس بي واي بي زد بي. هلا هاي مباشره ايش رح نقول هون؟ هاي 0 1 اوكي مضبوط هاي خلصنا منها. وهذوك الثانيين ما رح يعتمدوا على واي فعندي هذه واضحه انها ايش؟ 0 دكتور احنا نحط الاي هذا الشيء اصح ولا هذا البي يساوي احنا اللي عم نعمله الاصطلاح اللي بديناه من البدايه كنا نقول بدي اطلع انا الاي من البي ما انا عارف البي كيف يعني عارف البي؟ يعني انا عندي بالاورينتيشن البعيده هاي انا عارف ايش كان الكومبوننتس تبعت بي اكس بي واي بي وزد بي مش هيك؟ احنا قلنا في عندي انا اورينتيشن بهذاك الاكسس وبدي احولها لهذا الاكسس يعني بس المعروف هو بي فاحنا بنطلع ايه تمام وبامكانك تعمليها انفرس اذا بدك بس فيزيكلي الفيزيكال انتربريتيشن انه انا عارف الاورينتيشن تبعت بي بدي اطلع شو الاورينتيشن هاي بتكون في ايه يعني كانت عندي كانها بي هيها هون مثلا بعيده هذا الريفرنس كيرلي براكتس بي وهذا هون ايه اللي هو الريفرنس وانا عارف هذا الاورينتيشن بدي ارجع هذا الاورينتيشن اشوف شو بيطلع معي هون في ايه هذا كان واحد 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 في بي بس بي ما هو روتيتد بالنسبه لاي باي الفا وبيتا وجاما فبدي اطلع شو البوزيشن بالنسبه له طيب اذا عندي هون صار وهذه راح نرجعها هون اكس بي كمان وحكينا اصلا احنا عندنا اكس ما بتعتمدش فهذه عندي هون زيرو كمان مش هيك؟ ضل عندي هلا هذول هلا هون في اختلاف بسيط راح يصير خلينا نطلع اول شيء نشوف هلا زد لو اطلعنا على زد اي، زد اي شو بتساوي؟ إذا بتتذكر المعادلة القديمة اللي كنا نعملها. زد اي من هون ايش بتساوي؟ بتساوي زد بي في كوساين ماينس مضبوط؟ إذا لما نيجي على زد اي هون رح تعطيني زد بي مضروبة في ايش كانت؟ كوساين وايش الزاوية عندنا هون؟ بيتا وبعدين ايش عندي الاشاره الثانيه؟ ماينس هلا اذا بتقارنوها بهاي ملاحظين شو الاختلاف صار؟
ترانسبوز رح تطلع الترانس او مش يعني رح يطلع الساين هون. السبب انه احنا بحاله الهاي انعكس، يعني في عندي هون شيء انعكس، الزاويه انعكست هاي، بس حتى تشوفوا عشان لما تشوفوا هون بعدين رح تلاحظوا الماتريكس تبعت واي مختلفه عن الثانيات التنتين، البوزيتيف ساين هون والنيجاتيف ساين هون. في حين دائما كان يطلع معي هون النيجاتيف ساين هون، وعشان ما حد يسالني لان هاي غريبه، في هاي الحاله غريبه بتطلع، فهذه صارت عندي ماينس ساين بيتا. هلا لما رجعنا، لو رجعنا هلا هون اشتغلنا، هلا بنلاحظ انه الاكس ان بتساوي هاي بلس، مظبوط، لانهم الاثنين بيطلعوا بهذا الاتجاه، فبيطلع هون عندي كوساين بيتا وساين بيتا بلس بلس بلس. شو صارت الان الماتريكس بالحاله الروتيشن حوالين الواي اكسس، هيها واي اكسس بزاويه مقدارها بيتا، راح تصير عندي كوساين بيتا 0 ساين بيتا، بعدين عندي 0 1 0، بعدين عندنا ماينس ساين بيتا 0 كوساين بيتا، اللي هي الى حد كبير بتشبه هاي. بس طبعا هون، طبعا هون كان عندي الزد، وين الروتيشن كانت هون؟ حوالين مين؟ حوالين واي. في هاي الحاله 0 0 1 0 0 1، هون حوالين مين الروتيشن؟ حوالين واي 0 1 0 0 1 0. بس الاختلاف صار عندي هاي هون اختلف. طيب نطلع الحاله الثالثه الان، اللي اذا هاي روتيشن حوالين واي اكسس باي بيتا، اللي ضلت اللي هي روتيشن حوالين اكس اكسس باي جاما. هدول بدنا نحتفظ فيهم لان رح نضربهم الثلاثه ببعض حتى اطلع ترانسفورميشن نهائيه. يعني تطلع معي بالنهايه 1 ترانسفورميشن بتمثل 3 روتيشنز محطوطين كلهم كومباكت ان 1. اذا هلا هون رح ناخذ، بدنا ننتبه كمان على الرايت انجل سيستمز، فانه رح اعمل روتيشن حوالين اكس، خلينا نحط الاكس هون طالعه من الصفحه. هلا لو بدي اعمل مثلا، ممكن اعمل هاي اكس، لو كانت هذه اكس وهاي واي، بتزبط معي؟ بتزبط هي مش هيك، من اكس، من بوزيتيف اكس للبوزيتيف واي. اذا رح اسمي هذه واي اي، وهاي رح اسميها زد اي، وهذه اكس اي واللي هي نفسها اكس بي. رح يصير عندي روتيشن بزاوية مقدارها جاما، لما حكينا احنا هون هاي رح تكون جاما، فعندي هذه جاما، هاي جاما من هون، وهذه صارت واي اي لواي بي، زد اي لزد بي، والاكس والله نفسها. نفس الشيء رح نعمل الان، رح ناخذ اكس اي واي اي زد اي، وبعدين راح نحط هون اكس بي واي بي زد بي. وبعدين عندي هون اكس بي واي بي زد. هلا نطلع مين اللي ما تغيرش؟ اللي هو الاكس اكس اي، فعندي الاكس اي من هون واحد، بتضلها اكس اي بتساوي اكس بي راح تكون واحد، وهذه زيرو زيرو. وبعدين واي اي مش راح تعتمد على اكس بي، زد اي مش راح تعتمد على اكس بي، طلع عندي هدول الاربعه. هلا اذا بنطلع على هدول، هاي تقريبا بتشبه الحاله الاولى بنفس الطريقه. هلا اذا بنطلع واي اي راح تعتمد كوساين في واي بي جاما ماينس، لانه هاي بتصير بهذا الاتجاه مش هيك، فهاي بتصير عندي كوساين جاما، وهاي ماينس ساين جاما، وهاي بتطلع معنا ساين جاما زائد كوساين جاما. نحط الماتريكس الأخيرة إذا هون، إذا راح يصير الآن روتيشن حوالين إكس باي جاما، عندي هلا هون 001001، بعدين عندي هون كوساين جاما ماينس ساين جاما ساين جاما كوساين جاما، اللي هي تشبه هاي هون عندي ماينس ساين، بس الاختلاف صار انه اللي ما عملتش حواليه روتيشن ما تغير. طب لما بضربهم الثلاثه ببعض بضل عندي 001، بيختفوا، بصير كلهم فيهم تغيير. يعني هون في شيء تغيير، هون ما عملتش تغيير، ضل الزد نفسه، هون ضل الواي نفسه، هون ضل الاكس نفسه. لما بضربهم الثلاثه ببعض بعطيني ذا موست جنرال كيس، الموست جنرال كيس اللي في عندي روتيشن حوالين كل الثري
هاي الكلمة.